أما هلأ فرح ننتقل لفقرتنا الطبية لليوم. كثير بنسمع عن ما يسمى زراعة القرنية، أي استبدال القرنية العين المصابة بأخرى سليمة، وتعد هي العملية الأكثر انتشارا بين عمليات زراعة الأعضاء المختلفة. آثارها، أسبابها، وكيف فينا نعالجها، كل هاي التفاصيل رح نحكي عنها أكثر مع الدكتور باسل فاعوري، أخصائي بأمراض العين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح نور. يسعد صباحك دكتور. خلينا نعرف عن تقنية زراعة القرنية. لا، زراعة القرنية عملية من خلالها نستبدل القرنية المصابة عند المريض بقرنية طبيعية من متبرع متوفي. نلجأ لها العملية لما القرنية بصيبها مرض معين بعيق الرؤية وبيأثر على الرؤية، وما بتعود الحلول البسيطة اللي ممكن نلجأ لها تفيد المريض بالحصول على رؤية طبيعية، وبصير لابد من زرع قرنية لتقوم بوظيفة القرنية المصابة. يمكن إذا بدنا نوضح الموضوع أكثر لازم نعرف شو هي القرنية، شو هي كجزء من العين، نعرف أو نفهم شو وظيفتها. القرنية بتشكل جزء من الجدار الخارجي للعين، تقريبا خمس المساحة الخارجية لكرة العين، وهي جزء الشفاف. نحن عمليا ما بنشوفه، بنشوف اللمعة تبعه لأنه هو جزء شفاف، شكله بيشبه نصف الكرة، يعني قبة تقريبا. بيغطي قزحية العين. القزحية هلأ عم نشوف مع بعض الصور. تماما. هاي القرنية اللي هلأ شفناها ارتفعت، هي القرنية بعد استئصالها. خلف القرنية في عنا قزحية العين، هي جزء ملون من العين، وما بينهما يعني ما بين القرنية والقزحية هي اسمها الحجرة الأمامية أو الغرفة الأمامية، اللي بتكون مملوءة بسال اسمه الخلط المائي. القرنية بشكل رئيسي هي مسؤولة عن الانكسار الضوئي يلي بيجمع الأشعة الضوئية على اللدغة الصفراء بالعين، بيقوم بهي الوظيفة قرنية العين وبلورة العين. إنما القرنية مسؤولة يعني عن الجزء الأكبر من هي الوظيفة الانكسارية، فلذلك إذا ما كانت القرنية سليمة بأنسجتها، سليمة بسطح انكسارها، فحتتأثر الرؤية عنا وما تعود صافية أو واضحة أو غائبة. هذا اللي بيسألك عنه دكتور، يعني قلت هي يمكن دور الأساسي بانكسار الضوء تلعب دور كتير كبير القرنية. كيف فيني أنا بلش يمكن أعرف أنه في مشكلة بالقرنية بمرحلة البداية، يعني ما يكون في مارر وقت طويل لأقدر فعلا أنا أعالجها ويكون في إلى علاج؟ شو هي أول الأعراض؟ لأنه نحن المشكلة يمكن بتمر معنا بعض الأعراض، بنفكر مثلا من الضوء، من الشمس، من التلفزيون، من الكمبيوتر، وبنتجاهل بعد فترة لنكتشف أنه في عندنا مشاكل لأنه المشكلة بتزيد، يعني ما بنتابع بالبداية. مع أول أعراض إذا فينا نعرف الناس أكثر لينتبهوا شو هي؟ الأعراض الرئيسية هي تشوه الرؤية. المريض ما عم بشوف بشكل جيد بالعين، في عنده الأخيلة مانا واضحة، الأشعة الضوئية مبعثرة، في هالات ضوئية حوالين الأضواء، حوالين طلع القمر ما بشوفه واضح، أضواء السيارات بتزعجه كتير، رؤية الأشياء مانا واضحة عنده. أحيانا بتكون الإصابة أحادية الجانب، ثنائية الجانب، فلما تكون أحادية الجانب بيكون أسهل على المريض إدراكه لأنه بيقارن بين العين اليمنى والعين اليسرى، بيعرف أنه في عنده عين رؤية فيها أوضح من عين الثانية. طبعا نحن بنقول للمريض أنت بمجرد ما حسيت أنه في عندك مشكلة بالرؤية لازم تراجع طبيب عينية، وطبيب العينية هو اللي حيحدد وين السبب يلي مؤدي لتشوه الرؤية أو عدم وضوح الرؤية. قد يكون القرنية، قد يكون بلورة العين، قد يكون مشكلة بسيطة بتحتاج نظارة مو أكثر من هيك، قد يكون اضطراب بسيط على سطح العين، جفاف بالعين أو سحجات بسيطة على سطح قرنية العين. فهون دور الطبيب هو يحدد وين المشكلة بالرؤية. وفي عنا يعني أمراض بصيب قرنية العين، يعني إذا بدنا نقسمها في عنا أمراض مكتسبة وفي عنا أمراض خلقية. الأمراض الخلقية يعني القرنية بتخلق فيها مرض. هذا المرض قد يكون واضح منذ الولادة وقد يتطور مع سنوات مع تقدم سنوات العمر عند المريض. الأمراض اللي بتظهر عند الولادة بنشوف القرنية بلون مانو طبيعي، يعني لون مايل للون الرمادي أو للون الأبيض نتيجة إصابات أثناء الحياة الرحمية مثلا. بعض الإصابات الفيروسية بتؤدي لإصابة بقرنية العين، بيخلق الطفل بنشوف أنه قرنية عينه فيها مشكلة. هون بتكون مشكلة خلقية بدها يعني علاج مبكر قدر الإمكان. وفي أمراض إنما بتكون بسيطة عند الولادة وبتتطور لاحقا، هاي بنسميها الأمراض المكتسبة. من الأمراض المكتسبة مثلا الأشيع مرض نحن بنعرفه بالقرنية أو بنسمع عنه هو القرنية المخروطية. القرنية المخروطية تقريبا بتظهر بعمر الشباب المبكر، يعني بعمر بين
9 ل 13 سنه بتظهر وبتزيد مع الوقت، قد تستمر بتطور لعمر 35 او 40 سنه. هي القرنيه المخروطيه بتكون شفافه القرنيه باللون، ما ظاهره بشكل عياني، لكن المريض بيشكي من تشوه بالرؤيه. بالفحص عن طبيب العيون بنحدد انه المشكله بقرنيه العين، وهون في عندنا قرنيه مخروطيه بحاجه لعلاج. قد يكون العلاج بالمراحل الاولى بسيط بالنظارات او العدسات اللاصقه، لكن بالمراحل المتقدمه بصير قد المريض يحتاج لعمل جراحي بزراعه القرنيه. من الامراض المكتسبه الثانيه ردود العين، يعني احيانا جروح العين النافذه اللي بتسبب لنا ندبات على سطح القرنيه بتشوه الرؤيه او بتسبب اعاقه بالرؤيه، هي كمان من الامراض المكتسبه اللي بتصيب العين او قرنيه العين، واللي بتحتاج بالمستقبل بعض الحالات لزرع القرنيه. الحروق الكيماويه اللي احيانا بتصير عن بعض المرضى اللي بتدخل لعيونهم مواد كيماويه مثل الاسيد او المواد التنر او هالمواد اللي بيشتغلوا فيها بعض المهن احيانا، بتدخل للعين وبتسبب حرق كيماوي، بتسبب عتامه على سطحيه على سطح قرنيه العين، وهون بتكون لابد من اجراء عمل جراحي للتخلص من هي العتامه. دكتور، اذا بدنا نبقى بزراعه القرنيه، خلينا نحكي قبل العمليه شو هي يمكن التحذيرات او الخطوات الواجب اتباعها من قبل المريض، طبعا بنصيحه الطبيب قبل ما نفوت بالعمليه وما بعد العمليه. أهم شيء أنه نكون حددنا السبب وحطينا التشخيص بشكل واضح، وعرفنا أنه هذا المريض من المرضى اللي بيستفيدوا من عملية زرع القرنية، لأنه عملية زرع القرنية عملية كبيرة، ما أنا عملية سهلة. يعني لازم نتأكد أنه المشكلة فقط بقرنية العين، ما يكون عنده مشكلة تانية معيقة للرؤية، يعني نعمل له عملية تصحيح زرع القرنية ويكون عنده مثلاً مشكلة بعصب العين أو عنده مشكلة بشبكية العين، فنتأكد أنه بقية الأنسجة العينية سليمة وعم وظيفتها طبيعية، وإنما المشكلة موجودة عندنا بقرنية العين، ولازم نعمل استبدال لقرنية العين بقرنية من متبرع لحتى يستفيد المريض. بس شفنا المريض صار من المرضى المرشحين لزراعة القرنية، بصير الترتيب ما بين الطبيب وما بين المريض. أول شيء نطلب الطعم القرني، لأنه القرنيات نحن بنحصل عليها من بنك الأعضاء. معنا للأسف لحد هلأ بسوريا بنك للأعضاء، فنحن مضطرين نجيبها من خارج سوريا، من يعني بنوك أعضاء معترف فيها دوليا وتتعامل معها الدول والمشافي بشكل نظامي. نجيب الطعم القرني. ميزة الطعم القرني أنه يؤخذ من متبرعين أموات، يعني فهو متوفر أكثر من الأعضاء الثانية اللي بيحتاجوها المرضى للزرع. فبس كان الطعم القرني تواجد عنا، لازم يكون المريض جاهز للعمل الجراحي، لأنه الطعم القرني له وقت محدد، ما لازم نتجاوز وقت معين بعد قطف القرنية من المتبرع حتى ما يفقد صلاحيته. فخلال فترة بسيطة من يعني حصول على القرنية أو وصولها، لازم المريض يكون جاهز لإجراء العمل الجراحي. العمل الجراحي كتكنيك ما نو صعب كتير، لكن له أنواع كمان ممكن نحكي عنها بعد شوي، أنواع العمليات اللي بنجري فيها زرع القرنية. لكن بعد زرع القرنية في مرحلة اسمها التأهيل البصري أو تأهيل المريض ما بعد عملية زراعة القرنية، تاخذ وقت، فلذلك لازم نكون مسقفين المريض ومحضرينه لهي العمليه ومخبرينه انه بعد العمليه حيكون في عنا مرحله التاهيل البصري، اللي هي المرحله اللي مستنى على الطعم القرني لتكتمل شفوفيته. في عنا قطب موجودين، هدول عاده بنتركهم لفتره طويله على الاقل 6 شهور ويفضل لسنه حتى يثبت الطعم القرني بمكانه. خلال وجود القطب هي الجراحيه، قد لا يكون المريض حاصل على الرؤية اللي هو متوقعها، لكن بعد إزالة القطب القرنية عادة بيكون المريض وصل للرؤية مرضية وبتفيده بالحياة وبتخليه يتابع حياته بشكل طبيعي. هون بالمرحلة الأولى بعد العمل الجراحي، أيضا من الأشياء اللي بدنا نحضرها للمريض أو نفهمه إياها، أنه المتابعة كتير ضرورية مع الطبيب، لأنه في أطرات حيستخدمهم لفترة طويلة. ليش المتابعة طويلة؟ أولا حتى قلنا موضوع التأهيل البصري، الشيء الثاني لموضوع مراقبة الطعم القرني، لأنه هذا نسيج جبناه من شخص وزرعناه بشخص آخر. موضوع رفض الطعم القرني أو رفض هالقرنية وارد. صحيح هو بالحدود الدنيا بالنسبة لزراعة الأعضاء الأخرى، يعني أقل من أي عملية أخرى لعمليات زرع الأعضاء، تقريبا فينا نقول أقل من 10% من حالات زرع القرنية بصير فيها رفض طعم قرني. لكنها موجودة دكتور. لكنها موجودة، ودائما لما تظهر أي علامات مبكرة لرفض الطعم القرني ممكن نسيطر عليها ونمنع هذا الرفض من الحدوث، لكن إذا تأخرنا بالعلاج قد نصل لمرحلة
رفض تام للطعم القرني، وساعتها لابد من استبدال الطعم بطعم ثاني جديد. دكتور ذكرت كمان انه في انواع لجراحة عفوا لعملية زراعة القرنية، خلينا نحكي عنها. يعني لما نقول انه نحن عم نقوم بزراعة قرنية للعين، انواع الجراحة كيف بتختلف لما نقول في انواع؟ الجواب على هذا السؤال بيجي من خلال معرفة انه القرنية بتتكون من طبقات. الطبقات الرئيسية بالقرنية هن ثلاثة: الطبقة الظهارية الابتليالية، وطبقة اللحمة أو الستروما، وفي عنا الطبقة الداخلية اللي اسمها الاندوتيليوم القرني. كل طبقة من هالطبقات ممكن أن تصاب وتسبب إعاقة بالرؤية، ولما بدنا نيجي نعمل زرع قرنية بدنا نشوف أي طبقة من هالطبقات بحاجة استبدال لحتى نعرف شو نوع العملية اللي ممكن نعملها. هلا اذا الاصابه كانت شامله لكل طبقات القرنيه، يعني عندنا كثافه قرنيه شامله لكل طبقات القرنيه، ساعتها بدنا نستبدل القرنيه بكامل سمكاتها بشيء اسمه زرع القرنيه الثاقب، لانه هون حنشيل كل طبقات القرنيه من عند المريض ونحط قرنيه كامله السمكه من المتبرع. احيانا بتكون المشكله بالطبقات السطحيه من القرنيه او الطبقات المتوسطه من القرنيه. بهالحالة نحن نستأصل هاي الطبقات الخارجية والمتوسطة من القرنية، ومنحافظ على الطبقة الداخلية اللي اسمها الاندوتيليوم مع غشاء دسمية، ونفس الشيء الطعم من المتبرع منشيل منه هدول الطبقتين، وبقية الطبقات المصابة منزرعها عند المريض. ليش منزرع طبقات أحيانا ما دائما منزرع طعم كامل؟ لانه بنخفف من نسبه الرفض للطعم القرني، هيك بيكون افضل للعين. تمام، الافضل انه نحن اذا بنقدر نعمل يعني استبدال جزئي للطبقات بيكون دائما افضل، مريح للمريض اكثر، بنخفف نسبه الرفض، وحتى التاهيل البصري بعده بيكون اسرع للمريض من انه عم نستبدل كل طبقات القرنيه. احيانا بالعكس، الطبقات السطحيه والمتوسطه سليمه والمشكله بالطبقه الداخليه الاندوتيليوم القرني، ساعتها بنستبدل فقط الجزء الداخلي اللي هو الدسمية والخلايا البيطانية بطعم من المريض بكون معد سلفانه ومنزرعه بهذا المكان. فحسب الإصابة وبتوضحها نحن بنشوف التكنيك الجراحي المناسب للمريض وبنعمل له. أكيد، كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. لسه في كتير تفاصيل يمكن حابين نعرفها بالحلقات القادمة. بنتمنى أكيد نور دائما يتطور الطب ويكون دائما بخدمة البشرية وخدمة الأشخاص شو ما كانت نوع الإصابة. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. نتشكرك الدكتور باسل فاعور أخصائي بأمراض العين على وجودك معنا، وبتمنى الصحة والسلامة لكل الناس. شكرا كثير لك.